من أجمل عاداتنا وتقاليدنا اليوم، من أجمل ما نمارس اليوم، عودة فكرة المسارات، مسارات الوطن الكبير الكبير اللي بتاريخه غزير غزير. شباب اليوم بيقودوا التاريخ، شباب اليوم لا لغايات رياضية مع أهمتها، ولا حتى لغايات والله بدنا نغير جو، والله بدنا نشم الهواء، لا، روحوا لمساراتنا. روحوا بالليل وبنهاراتنا. روحوا خذوا معكم أولادنا وبناتنا. روحوا بالليل وبالنهار وجوبوا في كل الديار. نظموا المسار تلو المسار حتى نتعرف على الديار. أين المدارس اليوم ووزارة التربية والتعليم من المسارات؟ أين الجامعات والتعليم العالي من المسارات؟ أين ديوان الموظفين من الوزارات والمسارات؟ أين القطاع الخاص والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص؟ أين الغرف التجارية والهيئات المحلية؟ من يتحرك اليوم بعيداً عن المصالح الذاتية التقليدية؟ لنعزز فكرة أن المسارات واجبات وطنية أساسية دينية عقائدية. نزور وطننا ونعرف بلدنا. نتحرر الأرض، نتحرر من الجهل في بلدنا، وكلنا يعترينا الجهل في بلدنا. أمم اليوم، أمم وكتاب مؤرخين من كل الدنيا بيكتبوا عن بلدنا، وإحنا يا دوب ولو مرة في العام بنحكي عن بلدنا لولدنا. لا تتركوا قرية الشجرة، لا تتركوا سطاف، لا تتركوا عسقلان، لا تتركوا أم خالد، لا تتركوا سيدنا علي، لا تتركوا طبرية. زوروها واقعدوا فيها. مسارات 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 مسارات. مسارات اليوم لازم تكون لكل مؤسسة سياسات وقرارات وإجراءات. مسارات اليوم لازم تكون نبض كل شارع ونبض كل قرية ونبض أهلنا في المخيمات. هم أهل الديار، هم بحاجة أيضا للمسارات يا أهلنا في المخيمات. واللي منشوفه برام الله، واللي منشوفه بنابلس، واللي منشوفه في الخليل، واللي منشوفه في كل الدنيا، لازم نشوفه بكل القرى، لازم نشوفه بكل الأماكن. سنعود سنعود سنعود.
نعوض اليوم لكل شاب، لكل مؤسسة شبابية عززت من فكرة المسارات في وطننا، وعرفت آلاف الناس على ديارنا. ومشينا بأماكن ما كنا نعرفها في السابق، ولا حكونا حتى عنها في المدارس ولا في الجامعات ولا في المؤسسات. تحي اليوم لأصحاب الهمم الوثاب، أصحاب المبادرات، المبادرات والمسارات، المسارات. مسارات، مسارات لكل سيد، وحتى كمان للسيدات، اطلعوا مسارات. وليكن مساراتنا لوطننا نهج من نهج حياتنا، مبدأ أصيل لا يقبل التأويل، لا يقبل الاجتهاد، لا يقبل نحكي أنا مشغول، لا يقبل أبدا القسم على اثنين. قول هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عسى صباحكم مليء بالمسارات، المسارات، المسارات الإنسانية والمسارات الرياضية والمسارات الطبيعية والمسارات الإنسانية. مسارات هناك، هناك في الوديان، في البوادي، في الطرقات. لديه شغف المسارات، المسارات، سلم على كل تلك الديارات، سلم على الشجرات، سلم على كل الأشياء، سلم على النباتات، سلم حتى على الصخر، سلم أيضا على الحيوانات، سلم على كل الأشياء يا صاحب المسارات.